عايز تجوزنا يا حاج؟ اه ما دام انت ومراتك مش طايقين بعض تتجوز. ما انت عارف القصه دي من بدري، اشمعنى جاي تكلمني فيها دلوقتي؟ ايه خفت على خدمتك مني ولا يا حاج؟ ولا كلمه تانيه، هنسى انك ابني، كفايه سبتك امبارح عشان ما كنتش في وعيك. انت من امتى يا حاج افتكرت ان انا ابنك؟ ها من امتى؟ انت طول عمرك ما بتشوفش فيا غير نفسك وبس. اخويا يموت تجوزني مراته عشان اسمك وسمعتك، تخاف على خدمتك مني عايز تجوزني تاني، ومش مهم بقى اطلق مراتي ولا ارميها في صفحه زباله، المهم مزاجك انت وبس. حتى دم اخويا نسيته يا حاج قدام مصلحتك، وراح تحط ايدك في ايد اللي قتله، مش كده يا معلمه؟ صح؟ لا مش صح يا حمار، مش صح، انما الصح بقى انا عاوز اكبرك واخليك تسيب السوق ده كله، ولو صبرت عليا شويه يا ياض كنت هتعرف انا عاوز اجوزك مين، وساعتها كنت هتعرف وتتاكد ان كل اللي في دماغك الوسخه دي زباله ملهاش اي اساس. لو عاوز تكبر بصحيح لازم تشب بعزم ما عندك وتشوف ابعد من الكل، مش تكعبل على اول سلمه وتضب زي لعمه في وسط الزحمه. الجوازه اللي بقولك عليها دي هي اول السكه. انت في دماغك تجوزني مين؟ روح حضر حالك والبس كل اللي على الحبل عندك عشان رايحين حفله مهمه. حفله ايه دي؟ هناك هتعرف كل اللي انا بفكر فيه.